مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم على بركة الله وحفظه ينطلق شوط ويندفع شوط من انطلاقات الخير والبركة، انطلاقات هذا اليوم المميز، ونتمنى إن شاء الله التوفيق دائما وأبدا للأخوة المشاركين. نسير معاكم ونستفتح إذاعتنا بالشاهينية سالم بن علي بن مضرب العلوان، النقلة على المركز الثاني. اللي في المركز الثاني هناك اللي هي هملول ولا جبار سعيد بن محمد المري، النقلة على المركز الثالث صلاح بن أحمد بن غريب يتواجد شعاره على ظهر الشاهينية في المركز الثالث، غير أخذ المركز الثاني. النقلة على المركز الرابع سعيد بن سالم بن واس، خامس المراكز، وهي النتيجة أيها الإخوة في ندائنا الأول. نعود والعود أحمد بمقدمة الشوط. يا سلام على الدرعية في المركز الأول، ومحمد بن سعيد بن محمد بن حزيم هو من يدفع بالدرعية وينقل إلى موقع المركز الأول. النقلة على المركز الثاني الشاهنية صلاح ولا من الجانب الثاني هناك لمحمد أو خليفة بن محمد بن هول المهيري اللي هي حشيمة. النقلة على المركز الثالث اللي في المركز الثالث جبار سعيد بن محمد المري. المركز الرابع الشاهنية سعيد بن سالم بن واس. وفي المركز الخامس ولا تتواجد الدرعيه ولا الشاهينية عفوا صلاح بن احمد بن غريب. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه. نعود والعود احمد الى المركز الاول. الدرعيه هي من تسيطر على مجريات الامور، سيطره جميله فعاله للغايه. ومحمد بن سعيد بن محمد بن حزيم النقله على جباره تاتي في المركز الثاني، جباره وسعيد بن محمد المري. يا سلام النقله على المركز الثالث الشاهينيه وسعيد بن سالم بن واس. رابع المراكز تتواجد حشيمه خليفه بن محمد بن هول. المركز الخامس بعيد عني، نكتفي ايها الاخوه. نعود والعود احمد الى المركز الاول. ما شاء الله تبارك الرحمن على التغيير الذي طرى وجرى وحشيمه ولا جبارة ما شاء الله. تهانينا والناموس لسعيد بن محمد المري بمناسبة فوزه بالمركز الأول. هاي الحصول حط النهاية مع الفوز والناموس بالمركز الثاني. الدرعية لسيد محمد بن سعيد بن محمد بن حزيم. المركز الثاني الشهرية لسيد سعيد بن سالم بن واصل. المركز الرابع والخامس للسيد خليفة بن محمد بن هول المهيري. تهانينا والناموس لمالك جبار سعيد بن محمد المري.